ما كانت أكلك يا هشام؟ لا لا يا بنتي، من الهنا والشفا، أنا كده كده مش جعان. ما أكلت الأكل كله يا ستي ولا يهمك، أنا أصلا مش عايز آكل، وبعدين قاعد معاكي عشان أسليكي. مش مصدقني كلت كل ده. بالهنا والشفا، أنا عارف إنك بتحبي السوشي، وقلت هو الحاجة الوحيدة اللي هتطلعك من اللي أنت فيه ده. طب هي المفاجأة. استني هوريها لك. بصي شكل الكيك اللي بتحبيها. ده انت كده عايز تموتني يا ستي. بالهنا والشفا، مش شايفه واكله سوشي قد ايه؟ ما جاتش على شكل الكيك دي يعني. طب انت لازم تقعد تاكلها معايا. انا؟ لا لا، انا كده كده مش هقدر اكل، انا معزوم على العشاء مع اصحابي، عندي اكله سمك. هو فرح حاتم بكره؟ ايوه بنتي الفرح بكره، انت نسيتي ولا ايه؟ وبعدين جهزتي حاجتك ولا لسه؟ انا مش هاجي. ايه بس؟ ما الناس عازمينك، وبعدين انا عايزك تيجي معايا. هما عازميني بس عشانك. طب وفيها ايه يا مي يعني؟ ما انا ياما جيت معاكي مناسبات وما كنتش معزوم، وبعدين يرضيكي يعني كل واحد يبقى داخل وفي ايده واحده كده، وانا الوحيد اللي داخل مع نفسي. انا ما عنديش حاجه البسها، ومودي وحش وشكلي تعبان جدا. شكلك ايه يا مي بس؟ والنبي انت لو جيتي الفرح زي ما انت كده هتبقي احلى واحده هناك. متاكد؟ متاكد. وبعدين انت عارفه سالي مرات كريم على طول قلبه دماغي، انت ومي ليه ما بتتصاحبوش؟ انت ومي ليه ما بتتجوزوش؟ اقول لها يا بنتي احنا اصحاب عادي، تقول لي لا مش ممكن، انتوا لايقين على بعض فشخ، ده كفايه قربكم من بعض. مش عارف، كل اصحابي هيموتوا ويجوزوني كده احسن. تمام. دي كويسه. طيب انا كويسه. انا مش عايزك تزعلي نفسك من حاجه يا مي، ما تضايقيش نفسك ابدا، في ناس ربنا خلقهم كده عشان ما يزعلوش وما يتضايقوش. ربنا يخليك ليا يا هشام، ما تزعلش مني عشان الصبح. انا اسف. لا يا ستي ولا يهمك، انا مش عارف يا مي حياتي من غيرك كانت هتبقى عامله ازاي. ربنا يخليك انت ليا. هشام انت عارف انت ايه بالنسبه لي، ما تزعلش مني مهما حصل. تلاقيش، مش هزعل منك ابدا. طيب انا هقوم اشغلك فيلم الافلام التافهه اللي انت بتحبيها قبل ما امشي، ولا اقول لك انا ممكن اقعد اتفرج عليه معاكي؟ لا روح لاصحابك كل سمك وبسط. يا ستي سمك ايه بس؟ ما انا كده كده رايح الفرح بكره. لا روح علشان تلحق تيجي بكره الصبح قبل ما تروح تغير عشان الفرح. طيب ماشي، على فكرة أنا بفكر بكرة أجي أغير عندك ونروح فرح سوا. براحتك. أوكي. طيب أنا همشي بقى، مش عايزة حاجة؟ شكرا. مع السلامة. عندك شوكولاتات كتير في التلاجة.